يواجه السوداني أول تحدي أمني له منذ تشكيل حكومته، والمتمثل بتصاعد أعمال العنف في مدن المحافظة بديالى. أصابع الاتهام تشير إلى اتهام ميليشيات مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة بالوقوف خلف عدد غير قليل من تلك العمليات. دفعت العمليات التي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي بهجومين أسفرا عن مقتل وإصابة 11 مدنياً. تقول المصادر لوان نيوز أن السوداني أرجأ قرار إقالة محافظ ديالى بسبب ضغط العمري، كما أن جزءاً من الصراع يأتي في إطار التنافس على عمليات التهريب من العراق إلى إيران، سواء النفط أو المواد الممنوعة. في ديالى تنشط عدد من الفصائل، منها بدر التي ينتمي إليها المحافظ الحالي لديالى مثنى التميمي، كما أن هناك ميليشيا عصائبي أهل الحق ولواء أئمة البقيع الذي يرتبط بفضيحة التسريبات الصوتية الأخيرة لنور المالكي. مصادر لوان نيوز قالت أن الحكومة تعرضت إلى ضغوط حزبية وفصائلية متعددة حالت دون إجراء السوداني تغييرات جذرية داخل ديالى.